التقى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سيد إسماعيل بمسؤول إحدى الشركات الهولندية المتخصصة في إنشاء محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي ذات الطاقات الصغرى. تناول اللقاء بحث فرص التعاون بين الوزارة والشركة في استخدام التكنولوجيات الحديثة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وفي مقدمتها مناطق المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما استعرض نائب وزير الإسكان الطفرة الكبيرة في تنفيذ المشروعات القومية في قطاع المرافق وعلى رأسها مشروعات حياة كريمة ومدى تأثيرها المباشر على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.